النهارده ان شاء الله باشمهندس عبد الحميد تازت هو سينيور اركتكت ات جيمس كيبت اند بارتنر، وبيعمل رساله دكتوراه وعمل ماجستير في الاستدامه، وحصل على الليد جي اي والبي بي اي، وان شاء الله محاضره ممتعه مع موضوع المحاكاه البيئيه للمباني وتقييم اداء المباني وتحسين الاداء في مرحله التصميم وتحليل الاضاءه الطبيعيه لفراغات المباني. اتفضل يا استاذ. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الـ Building Performance Analysis، ومن خلال باستخدام الـ Rivet Insight، وإزاي نقدر نحسن أداء المبنى باستخدام الـ Plugin بتاع الـ Insight في مرحلة اللي هو الـ Conceptual Design. طبعا الفيديو إحنا هنشتغل خلال الورشة ببعض الفايلات، فأنا كنت بعت لرفانة الفايلات ديت وبعتها للبشمهندس عمر، وإن شاء الله هو هينزل اللينك بتاعها بحيث إن لو حد حابب يطبق باستخدام الفايلات ديت عشان يشوف يعني يستفيد بيها، ولو واجهته أي مشكلة طبعا يقدر يبعت لنا ونحلله احنا المشكلة دي. أول حاجة احنا هنتكلم عنها إن شاء الله النهاردة، أول حاجة خالص اللي هي ازاي نعمل سيت اب للملفات أو الفايل بتاعنا بحيث إنه يكون سهل في إن احنا نتعامل معاه وما تواجهناش أي مشكلة واحنا شغالين. فاحنا هنروح أول حاجة خالص التاسك بار، هي حاجة بسيطة جدا يعني ومش ضرورية لو في ناس متواجههاش مشكلة لو هي تقدر تتعامل، بس يعني أنا بفضل لو نقدر نظبط الفايل بحيث إن إحنا لما نتعامل معاه فيما بعد نلاقي الدنيا بسيطة. هنروح للتاسك مانجر، هنعمل الـ Quick Show Quick Access، هيظهر لنا هنا التاب هنقدر نضيف فيه الكومنت اللي إحنا عايزينها. بعد كده هنروح لفوق للتابس، هنشيل بعض التابات اللي احنا مش عايزينها زي الـ Structure، هنروح للتاب Interface، هنلغي بعض التابات اللي احنا مش عايزينها زي الـ Structure وزي الـ Electrical وزي الـ Plumbing، وهنسيب الميكانيكال لأن احنا بنحتاج الميكانيكال طبعا في واحنا بندخل الـ HVAC System، وهنسيب برضو الـ Energy والـ Analysis tab، وهنسيب المسنج والسايد تاب لان دي احنا بنحتاجها معانا. هنروح تاني حاجة اللي هي الشورت كات، هنبتدي نظبط بعض الشورت كات لان احنا هنحتاج ان احنا نظبط بعض الشورت كات معانا، وهنرتبهم بالترتيب اللي احنا هنشتغل عليه. اول حاجة خالص اللي هي اللوكيشن، هنختار الاناليسيس تاب وهنختار اللوكيشن نديله رقم 1، وهندي للانرجي سيتنج رقم 2، وهندي كرييت انرجي موديل رقم 3، والجنريت هندي له رقم 4، والاوبتمايز هندي له رقم 5. طبعا احنا هنتكلم عن كل خطوه من الخطوات ديت واحنا شغالين في انرجي سيتنج او الفيديو بتاع الانرجي موديلنج، بس هي دي الخطوات دي بالترتيب، ان احنا في البدايه خالص بندخل اللوكيشن بتاع المبنى، وبعد كده بندخل الانرجي سيتنج بتاع الموديل، وبعد كده بنعمل كرييت انرجي موديل فبيتعمل له ابلود على موقع انسايت وبيبتدي يعمل له اناليسيس، بعد كده بنعمل له جنريت، واخر خطوه خالص اللي هي الاوبتمايز اللي احنا بنبتدي نحسن اداء الموديل بتاعنا ونشوف ايه المشاكل لو هو بتواجه بعض المشاكل في الاناليسيس بتاعنا. هنروح لتاني حاجه وهي الدبل كليك اوبشن، ده تظبيط بالسريع كده للانترفيس، يعني الجزء دوت مش داخل قوي في المحاضره، بس هي الفكره ان يعني نحاول نظبط الانترفيس بحيث ان فيما بعد هيبقى الموضوع بالنسبه لنا سهل. هنختار في الفاميلي دو نو سينج، وبعد كده هنختار في الجرافيك، وانا بقعد بجري شويه لان هو دي كانت مجموعه فيديوهات انا كنت مسجلها قبل كده، فحاولت ان انا اضغطها بحيث ان هي تبقى سهله وما تاخدش وقت طويل. هنختار في السليكشن اللون الاحمر، طبعا لو حد عايز يختار لون تاني ما فيش مشكله، دي اللون الاحمر لو عملنا سليكشن على اي حاجه تتعدل اوتوماتيك. هنروح دلوقتي للجزء بتاع التاب، هنختار نحط بعض الحاجات فيه، هنروح في الاناليسيس من Modify Analysis، وهنختار هنختار
هنختار نضيف بعض اللوكيشن ونضيف الجنريت ونضيف الاوبتمايز ونضيف الانرجي موديل وانرجي سيتنج في الكويك بار، بحيث انها تبقى قدامنا مش لازم نختار كل شويه نروح لتاب الاناليس، تبقى الحاجات دي بسيطه قدامنا على طول. دي هنا هنبتدي بقى نتكلم عن البرنامج بتاعنا اللي هو انسايت. انسايت كان ظهر في بدايه 2014 وكان من خلال شركة أوتوديسك. كانت أوتوديسك مع زيادة الاهتمام باللي ظهر بالإنفيرمنتال والاهتمام بموضوع توجه للسستينابيليتي والتوجه العام للعالم كله في الموضوع دوت، كانت ظهر لها بعض البرامج زي الفيزياري وزي الإيكوتكت، بس هي ابتدت مع انتشار الريفت واهتمام الناس بالبي اي ام ابتدت تظهر حاجتين، جرين بيلدينج ستوديو والانسايت. الجرين بيلدينج ستوديو والانسايت الاثنين مكملين لبعض. الجرين بيلدينج ستوديو هو عباره عن البلاتفورم بتاع الانسايت او الباك ستيج بتاعه اللي بيحصل اللي بيبقى موجود عليه الداتا كلها بتاعت الانسايت. في بعض البرامج اللي هي مش تبع اوتوديسك زي الاي اي اس، الاي اي اس برضه برنامج بيعمل سيموليشن ويعتبر رقم واحد في موضوع السيموليشن دوت، بس هو للاسف مش فري فمش منتشر قوي. بس الانسايت بيطلع برضو نتائج، والايكويست برضو من البرامج الكويسه، والديزاين بيلدر برضو من كل البرامج دي يعني تعمل انرجي سيموليشن وبتطلع انرجي كونسامشن للمباني. بس يعتبر انسايت ميزته ان هو بيستخدم في مرحله الكونسبشن ديزاين. البرامج دي التانية اللي هي زي الاي اي اس والايكويست بتبقى تفضل اكتر في لو المبنى بتاعك هيتنفس، لأنها أولا بتحسب حسابات دقيقة جدا وبتدخل لها بعض الحاجات اللي أنت ممكن تحتاجها زي مثلا الـ HVAC system بتحتاجها تدخلها بتفاصيل التفاصيل. فميزة الـ Insight إن ممكن يستخدمه واحد معماري لو هو بيصمم كتلة، مش لازم يعني يكون بيعمل مشروع كبير، ولكن هو بيصمم مثلا كتلة هيدخل بيها في مسابقة او بيعمل مجرد كونسبشن لسه هيعرضه على الكلاينت ما خدش موافقه، فمش هي لسه موضوع الـ HVAC system ما خدش عليه ما نيكست سيت اب. فيعتبر هو ميزته في الكونسبشن، واحنا هنتدرب في الموضوع دوت ان هو واحنا بنختار اصلا في الانرجي سيتنج ان احنا بنختار ان هي كونسبشن موديل مش موديل كامل في مرحله ثانيه. في اتنين ويب سايت منفصلين، في ويب سايت لانسايت وده اللي احنا هنشتغل عليه ونشوف ازاي بندخل عليه نعمل السيناريوهات المختلفة، وفي ويب سايت تاني لجرين بيلدينج ستوديو. ده الويب سايت بتاع الانسايت. طبعا اي واحد عنده ايميل عند اوتوديسك بيقدر يعمل ايميل على الانسايت فور فري، وهو اصلا بيبقى نازل معاك في في البلوجن بتاع البلوجن بيبقى نازل في الريفت. اول ما تفتح هيظهر لك في الداشبورد بره هتلاقي فيها كل المشاريع اللي انت اشتغلت فيها وعملت لها اناليسز على انسايت زي ما احنا شايفين هنا. طبعا الشير ديت لو انت مشارك المشروع مع اكتر من حد، زي ما احنا هنتطرق ان انت ممكن تضيف ممبر من مثلا سواء ناس شغاله معاك في الشركه او مثلا لو انتوا مجموعه طلبه وشغالين على مشروع مع بعض، ازاي تقدروا تشيروا المشروع بحيث ان انتوا اكتر من واحد يشتغل على المشروع دوت، وتكتبوا بعض كومنتات يعني مثلا وان دخل اشتغل على المشروع وطلع لاحظ ان في حاجه ممكن نعملها تحسن اداء المشروع، فيكتب الكومنت صاحبه اللي يدخل يكمل بعديه يقرا الكومنت دوت ويبتدي يشتغل بعديه. يعني دي ميزه برضو من الميزات ان في تكامل انتجريتيف بين في المشروع نفسه. طبعا الصوره انت ممكن اللي تختار الصوره بتاعت المشروع زي ما احنا هنشوف الموضوع دوت. ده احد المشاريع هنا ديت الممبر، ازاي نضيف الممبر، وده الاثنين دول مشروع واحد. بس طبعا دي حاجه برضه هنوصل لها في اخر المحاضره ان شاء الله، ازاي تعمل اكتر من سيناريو. يعني احنا لو نلاحظ هنا هنلاقي ان هنا دوت استهلاك الانرجي كونسامشن بتاعه 51.5 وهنا 57.1، فده الاولاني احسن من الثاني. طب ازاي حصل ده من خلال السيناريوهات؟ احنا برضه هنعرف ازاي نعمل اكتر من سيناريو وازاي نعمل مقارنه ما بينهم
ومن خلال ان احنا نستغل الاستراتيجي اللي هو الانسايت بيفترضها او بيقول لنا ان احنا ممكن نستغلها ان احنا نحسن اداء المبنى بتاعنا. تاني حاجه اللي هي جرين بيلدينج ستوديو، دي البلاتفورم او الكلاود اللي بيحصل عليه الاناليسيس كلها بتاعه الانسايت، عادي جدا بتدخل على الاكونت. لو دخلت هتلاقي ان كل المشاريع اللي انت عملت لها اناليسيس على انسايت اوريدي موجوده في جرين بيلدينج ستوديو. هتلاقي متحدد لها اللوكيشن، نمبر اوف ران، كام مره انت عملت لها اناليسيس، ديت كريت، كل الداتا بتاعه المشروع بتاعك. لو اخترت اي مشروع منهم تحته هتلاقي تفاصيل الموجوده جوه المشروع، بدايه من الوول تو ويندو ريشيو زي ما احنا هنشوف دلوقتي، الوول تو ويندو ريشيو والبيز لاين بتاعك، اصلا لو انت اخترت البيز لاين يكون اشري، كل الداتا بتاعتك دي داتا المشروع، الوزر سامري. بعض الناس بتحب الداتا دي انها تستغلها في المشروع عندها، وخصوصا لو طلبة بتستغل الداتا دي انها تحطها عندها في البرزنتيشن. بس احنا ممكن برضو نستعرض برنامج تاني، برنامج بسيط برضو انا بفضله اكتر من دوت في موضوع الداتا، الوزر داتا، اللي هو كلايمت كونسلتنت. كلايمت كونسلتنت هو برنامج منفصل بس بسيط جدا، كل اللي انت بتعمله ان انت بتختار له بتدخله الوزر فايل بتاعك او بتاع اللوكيشن يعني اللي انت عايزه، وهو بيطلع لك الوزر داتا كلها بتاعت المشروع، وكمان اكتر من كده بيطلع لك الديزاين جايد في المنطقه دي. فلو حد يفضل، انا يعني موضوع الداتا دوت بفضل ان انت تستخدم كونسلتنت، كلايمت كونسلتنت. اخر نقطه دلوقتي في الجزء دوت والويب سايت هو هيلسي اوتوديسك. بعض الأحيان بيكون في مشكلة لو واحد بعد ما سطب البرنامج الانسايت بيشغال، أو في مشكلة عموما في البلاجين وهو شغال فبيبقاش عارف المشكلة منين. ففي موقع اسمه health.autodesk، الموقع دوت بتدخل عليه تشوف ايه المشكلة بالظبط، هل المشكلة عندك في الجهاز ولا المشكلة أصلا البرنامج محتاج أبديت أو في مشكلة معينة في الأبليكيشن أو البلاجين. هنبتدي نتكلم عن الورك فلو بتاع الانسايت ازاي بنشتغل عليه. اول حاجه طبعا زي ما احنا قلنا طبعا بتعمل الماس، اكيد طبعا. بعد ما تعمل الماس بتبتدي تحدد اللوكيشن بتاعك زي ما احنا هنتدرب دلوقتي، وبعد كده بتعمل الانرجي سيتنج، بتدخل كل السيتنج بتاعت الانرجي بتاعت المشروع زي التايب اوف بروجكت، اوبريشن سكادجول، لو محتاجين مثلا الماتيريال ناقص لها داتا بندخل لها داتا. كل ما ندخل داتا اكتر كل ما النتيجه اللي بتطلع بتكون اكيوريت اكتر. الموضوع في الاول وفي الاخر انت بتدخل له الداتا بتاعت المشروع، فهو بياخد المشروع بتاعك وبيحط بيه ويحطه في الموقع وبيعمل له سيموليشن. فانت لو ما دخلتوش داتا كامله مش هيطلع لك النتائج صحيحه، النتائج هتبقى فيها نسبه خطا. هو اوريدي اغلب برامج السيموليشن فيها نسبه خطا، يعني انا في الماجستير بتاعي كنت بقارن ما بين اكتر من برنامج، بس الانسايت ميزته ان معامل الخطا بتاعه اقل من 4%، 4 من 100%. فدي حاجه كويسه جدا، فيا ريت يستفاد يعني بيه اكتر بانك انت تدخل له اكتر قدر ممكن عندك من المعلومات عشان تطلع النتيجه الصح. بعد ما بتدخل كل المعلومات اللي عندك وتعمل انرجي سيتنج، بتعمل كريت انرجي موديل، وبعد كده بنعمل جنريت اللي هو بيحول البرنامج للانسايت كلاود، وبيبتدي نعمل ندخل على الانسايت نعمل له اوبتمايز زي ما احنا هنشوف كده. لما زي ما احنا اتعرفنا قبل كده الانسايد داشبورد هنلاقي المشروع بتاعنا، وجوه المشروع هنلاقي ان في داش هيظهر لنا التحاليل بقى اللي ظهرت، النتائج بتاعت المشروع نفسه، الانرجي كونسامشن بتاعت المشروع، وهو هيقارنها لك بقاش في 19.1 واركتكشر 2030 اللي هي حطاها الاي اي اي الامريكان انستيتوت اوف اركتكشر. هو طبعا بيقول لك معدل استهلاك الطاقة عندك في المبنى مثلا، في مثلا 17
0.3 ده بيقارنها لك انت على اساس المبنى بتاعك. المبنى بتاعك دوت لو مثلا اوفيس بيلدينج، طب الاوفيس بيلدينج في الاشري 19.9 بالمساحه بتاعتك ده المفروض يستهلك طاقه قد ايه؟ هو بيقارن لك وبيقول لك انت المبنى بتاعك دوت مثلا سي مثلا لو استهلك 70 كيلو وات على الاور ده كويس ولا كتير؟ هو بيقارن لك دي وبيقول لك ويبتدي يديك حلول انت تستخدمها. اخر نقطه خالص انا هنوصل لها وهي الانسايت ستادي اللي احنا نعمل السولار واللايتنج والهيت والكولينج. اللايتنج الدي لايتنج والدي لايتنج هنستخدم فيها ميزه ان هو بيعملها على اساس بالجايد بتاع الليد. هنتكلم عن نقطة مهمة جدا ودي ممكن تواجه مشاكل ان بعض الناس ما بتعملش الماس او البيلدينج المنت بشكل صحيح. فلما بيجي يعمل سيموليشن او يعمل يعني يدخل البرنامج او يعمله انسايت ما بيطلعش النتائج صح وبيظهر له ايرور. فدي بتكون غالبا في مشكلة ان الماس نفسها مش مقفولة بشكل صحيح او الزون نفسه ما اتعملش بشكل صحيح. فدي من الحاجات المهمة جدا ان لازم الناس تاخد بالها منها وهي بتعمل الماس. واحنا هنشتغل دلوقتي كده ماس سريع كده ان الماس لازم تكون متقفلة بشكل صحيح، لان الفراغ لو مش متقفل مش هيقدر هو يخلق الزوم ولا هيقدر يعمل له السيموليشن بتاعه. زي ما احنا قلنا ان هو طبعا في مرحلة الكونسبشن انت ممكن تعمل للانسايت تستغله في مرحلة الكونسبشن ديزاين وتعمل سيموليشن للمبنى بتاعك او الكتله اللي انت بتصممها. ممكن يعني تعملها ماس خارجي بس وممكن تقسمها فراغات، يعني فراغ تبقى عندك سبيس خلاص انت عملت السبيس بتاعك، عملت التقسيمات الداخليه الزونات، فانت ممكن تعمل في مرحله الماس بس وممكن تعملها في مرحله ان انت خلصت خلاص وتبتدي تشتغل في الانتريور ديزاين. يعني انت عملت الانتريور ديزاين بتاعك او يعني بشكل عام كده عملت الزونات، حددت ان انت هنا مثلا لو مبنى اوفيس بيلدينج حددت ان هنا هيكون ورك بليس، هنا بعض الاوفيس، فتقدر تقسمه وتقدر تشتغل عليه. بس طبعا لو انت في مرحله مبكره مثلا زي الكونسبشن وابتديت لسه في الماس ولسه ما دخلتش في التصميم الداخلي ممكن برضو تعمله. كل ما بتعمل ابديت في الديزاين وتقدر تعمل جنريت جديد وتعمله، هو هيسألك انت عايز تعمل ابديت على النتائج الموجودة ولا عايز تعمل موديل من جديد او جنريت من جديد خالص. فانت بتختار في الحالة دي ان انت عايز تعمل ابديت للنتائج اللي موجودة بحيث ان هو يقدر يرفع الكلاود او المبنى بتاعك، يعني يرفع الكلاود في نفس الفولدر، ما يعملش فولدر جديد، يعني ما يخلق لكش فايل جديد. طبعا ده احسن عشان يبقى المشروع عندك تبقى شايف انت السيكونس اللي انت مشيت فيها. يعني لو انت في البدايه خالص كنت مثلا لو هو ماس كان استهلاك الطاقه سي مثلا 70، دلوقتي لما انت عملت الزونات الداخليه تحسن وبقت 60، مش هتعرف انت ماشي في السيكونس بتاعك ازاي. هنشتغل كده بسرعه ازاي نعمل ماس. طبعا يعني معانا استاذنا الكبير استاذ عمر، باشمهندس عمر هو طبعا يعني استاذ في الريفت. انا مش هتكلم كتير قوي في الريفت ازاي نعمل ماس، هو مش محتاج ان انت تكون ادفانسد في مستوى ادفانسد في الريفت يعني وتعمل ماس. بس هي اهم حاجه زي ما بقول ان هي محتاجه ان انت الماس اللي انت تعملها تكون مقفوله بشكل صحيح، يعني العلاقات نفسها ما بين السيلينج وبين الوول لازم تبقى مقفوله صح، لان لو مش مقفوله بشكل صحيح مش هتطلع معاك ايرور ومش هيطلع معاك نتائج. لازم تتقفل بشكل صحيح الوول، علاقه الوول بالفلور والسيلينج، ولو في انترنال سيلينج لازم كل العلاقه ما بين الاليمنت دي تبقى مش معموله بشكل صحيح. لان لو في اي مشكله، يعني سي مثلا كان في مشروع كنا شغالين عليه وكانت النتائج طلع فيها مشكله كبيره جدا، يعني مش واقعيه مش لوجيك، لما رجعنا بصينا على الماس وايه المشكله كانت فين، طلع ان في فراغ من الفراغات ما كانش مقفول بشكل صحيح، فكان الانترنال سيلينج مفتوح
فالفراغين او فراغ واحد لما اتعمل له زون كان في حد هو اللي عمل الماس، واحنا ابتدينا نشتغل بعديها في مرحله كنا مش شغالين طبعا على برنامج الانسايت، كنا شغالين على الاي اس، فكان الفراغ في الدورين محسوب على انه فراغ واحد، فكانت النتائج اللي طالعه كانت نتائج تكنولوجي. فيستحسن لو حد يستخدمه، وبالذات لو هيستخدمه في مرحله ادفانسد، ان هو هيستخدمه في مرحله مش كونسبشوال ديزاين او كونسبشوال ماس، في مرحله هو عامل اوريدي ان تسميات داخليه للمبنى، انه يراعي جدا موضوع العلاقه ما بين الانترنال سيلينج والوول او الفساد يعني، والعلاقه ما بين السيلينج والفساد برضو عشان او الوول external wall عشان ما يحصلش أي error معايا. ده ماس سريع جدا بـ Implice Mass. هنقسم بس الفلور الداخلي، هو طبعا دي كلها conceptual يعني مش طب هنيجي لأهم نقطة دلوقتي مهمة جدا، وأول نقطة معانا في الخطوات بتاعتنا وهي اللوكيشن. هنضغط لوكيشن بعد ما فينيش الماس، هنروح لوكيشن من الكويك بار، او لو احنا لو انت ما حطيتهاش في الكويك بار ممكن من الاناليسيس وتختار، بس يعني احنا هنختارها من الاناليسيس لوكيشن ان شاء الله ما حدش حطها في الكويك بار. ونختار المكان اللي احنا شغالين فيه أو اللي فيه المشروع بالظبط، هندخله بسرعة فوق في البروجكت ادريس، عادة عندنا في يعني في المشاريع دي في مصر مش هيكون في وزر ستيشن كتير، فلازم تكون تختار أقرب وزر ستيشن. طبعا أنت تختار اللوكيشن طبعا بعد ما بتاخد تسحب البيك البوينت لحد مكان المشروع، وبعد كده بتختار الوزر ستيشن اللي هم هياخدوا منها النتائج بتاعت المشروع بتاعك، النتائج البيئية يعني أو الداتا البيئية، سوري الداتا البيئية اللي هياخدوها عن المشروع نفسها، زي درجات الحرارة، متوسط درجات الحرارة، الرطوبة، المطر، كل الحاجات دي بياخدوها من الوزر ستيشن بتاعت اللي انت بتختارها. فانت اوريدي انت بتختار البيك المكان بتاع المشروع وبتختار الوزر ستيشن، بعد كده ندوس اوكي. دي الوزر الداتا اللي احنا كنا بنتكلم عليها. هنيجي نقطة دلوقتي وهي ان ساعات يعني بيبقى شغالين، احنا مش شغالين بالنورث تروي او اللي احنا شغالين بالنورث في المشروع، والنورث اللي في ارض الواقع مختلف يعني. طب في الحالة دي ايه اللي عمل يعني، هنبقى ايه الاختلاف دوت يعني هنحله ازاي؟ فاحنا بتقيس الفرق ما بين البروجكت نورث والنورث التروي نورث اللي في الموقع، وبتقيس الفرق ده قد ايه، وبتبتدي تروح على السايت ونيجي نختار بوينت سنتر بوينت، نحط الانجل دي قد ايه، وهنروح للفلور بلان، هنختار من الاورينتيشن ترو نورث بعد ما دخلنا الانجل بتاعتنا.
كده المشروع هيتعمل له روتيشن للانجل بالظبط، فيبقى تروي النورث بتاعت المشروع هي نفس النورث بتاعت المبنى نفسه في الارض الواقع. جينا للنقطه المهمه جدا وهي الانرجي سيتنج. الانرجي سيتنج دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ان احنا ازاي ندخل المشروع كل الداتا بتاعته بشكل كامل. داتا زي طبعا اهم حاجه تايب اوف بروجكت، زي ما احنا بنشوف دلوقتي بعد اللوكيشن تايب اوف بروجكت والاوبريشن سكادجول. اوبريشن سكادجول عاده بيبقى هو محاطه بعض الاختيارات احنا بنختار منها. الاتش باك سيستم طبعا، المود طبعا هنختار زي ما قلنا ليوز كونسبشنال ماس. طبعا لو المبنى في مرحله متقدمه بنختار يوز بيلدينج اليمنت. جراوند بلين هنختار ليفل 1 او اللي هي بتبقى جراوند فلور. طبعا على حسب، لو انت مثلا مشروع فئه او فكره المشروع ان انت داخل من الليفل 2 تختار الجراوند بلين ليفل 2. بروجكت فيز بتختار نيو كونستراكشن لان المبنى ده مش مبني. الحاجات التانيه مش هتفرق قوي، غير لو في الريزولوشن بتاعت الاناليسيس نفسها مش هتفرق معانا بشكل كبير. هنروح للادفانسد ونختار اذر اوبشن. في المرحلة دي هنختار أول حاجة خالص التارجت برسنتج جليزنج. احنا عندنا في المشاريع عادة اللي في مناطق الهود راي زي مثلا مصر والسعودية والإمارات وقطر، عادة يعني التارجت بتاع البرسنتج جليزنج بيبقى ما يزيدش عن 25%، ده على حسب قشري. فانت ممكن تختار لو انت في مرحلة متقدمة ان انت تختار يعني كدي كجايد ان هو دي 25%. ممكن لو انت حابب ان هي تبقى انت دارسها وعايز تحط التارجت بتاعك اوكي، بس لو مش دارسها ممكن تشتغل بالجايد بتاع الاشتري 19.1. طبعا ده راجع ليك يعني وانت بتعمل بيز لاين. يعني التايب بروجكت انت عندك كل التايبات موجوده هنا، ميوزيوم، اوفيس، باركينج، لو انت عايز تختار ريزيدنشال انت اللي بتختار. اوبريشن سكادجول في بقى كذا حاجه موجوده، في 5/12 او في هو حاطط السيمبل انت بتختار منهم، يعني في مش احنا هندخله انت بتختار، هو في كذا حاجه هو حاططها احنا بنختار منها الحاجه اللي احنا هتناسبنا او اللي هي بتناسب المشروع نفسه. يعني لو هو مثلا مواعيد العمل في المشروع او الاوبريشن سكادجول اللي هي مواعيد الشغل جوه المشروع، فلو هي مواعيد العمل مثلا من الحد الخميس ومن الساعة 7 الصبح لحد الساعة 8 أو للساعة 7، فبتختار 5/12 يعني معناها إن 5 أيام في الأسبوع و12 اللي هي 12 ساعة. في حاجات تانية بتبقى 4/9، 4/8 أو 6/12، في بتبقى حاجات تانية، في بتبقى 7/24 اللي هي عادة بتبقى المستشفيات أو لو هي بوليس ستيشن حاجات ديت. هنيجي لموضوع نقطة الهيفيك سيستم. الهيفيك سيستم لو أنت لو يعني مشروع أنت دارس ومدخل يعني عارف الهيفيك سيستم بتختار بتبك على الهيفيك سيستم وتختار تدخله البيانات بتاعت الهيفيك سيستم بتاعتك، ودي هتبقى مدخلها أصلا أوريدي بشكل مسبق في الميكانيكال. لكن لو احنا بنتكلم على موضوع في حاله الكونسبشوال ميس وانت مش مدخل اصلا ما عندكش لسه الهيفيك سيستم، انت مش عارف ايه الهيفيك سيستم اللي انت هتختاره، فانت مش هتختار الهيفيك سيستم بتاعك. وهنروح للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها اللي هي كرييت انرجي موديل. هنختار كرييت. وهنبتدي بعديها نختار generate.
هو ده بالشكل بتاعنا بتاع الانرجي موديل، بس ده مش الشكل النهائي. لسه هنعمل جنريت، عشان لما نعمل جنريت هو بيبتدي يبعت الانرجي موديل اللي اتعمل في الانسايت، يبتدي يحلله. لما بتضغط على جنريت هيسألك سؤال use the existing، ثانية واحدة. لما هنختار جنريت هيسألنا سؤال ان احنا نعمل use existing energy model ولا هيعمل energy model من جديد. ففي الحالة بتاعتنا هنختار use existing energy model. بعديها هيجي لك رسالة لما ال energy model يخلص او يتعمل له generate، هيجي لك ايه رسالة على الايميل بتاعك ان هو already خلاص الفايل بقى جاهز، او يجي لك notification ان هو already احنا عملنا generate للموديل بتاعك على insight. الحالة دي هتختار اوبتمايز عشان نروح اوتوماتيك على الويب سايت بتاع الانسايت. بمجرد ان انت بتختار اوبتمايز هو بيفتح لك الويب سايت بتاع الانسايت على المشروع بتاعك. زي ما نشوف هنا ده الاناليسيس بتاع المشروع بشكل سريع جدا هو عمله، لان هو ما اشتغل له داتا كتير. دي السيناريو الاولاني خالص المشروع، ما فيش لسه اي داتا دخلت داخل كبير يعني، او داتا كتير دخلت. فهو عمل اناليسيس سريع، هنروح بسرعه كده نعمل بعض التعديلات. ازاي نضيف له الصوره بتاعته الخارجيه، هنبيك على ال 3 بوينت دي، نعمل ابلود للصوره لو انت عندك صوره، او رينيم، تختار رينيم برضو للمشروع بتاعك عشان تقدر تميزه من المشاريع التانيه. ترفع صوره عاديه جدا، ده السيناريو الأولاني خالص اللي هو البيز، المفروض البيز لاين. هنبتدي نشتغل عليه ونشوف السيناريوهات اللي ممكن نعملها من خلاله. هنبتدي بس نعدل بعض السيتنج. طبعا احنا بنشتغل بالمتريك أو تشتغل بالنظام الإمبرير مفيش مشكلة. أنا ولا الكوست ولا أنت عايز تعمله بالإنرجي يوز مفيش مشكلة برضو، دي حاجات راجعة لك. بس أنا بفضل إن احنا نختار المتريك والكوست. انت راجع ليك لو انت عايز تعملها بالانوال كوست او تعملها انرجي يوز. هو في الاول وفي الاخر انت ممكن تعملها تغيرها من داخل المشروع نفسه من داخل البراوزر. اليوتيليتي او الكرنس ريت احنا مش هنقدر نغيرها، يعني هو موجود معدلات، يعني في حاجه عمله معينه موجوده زي اليو اس اي او الـ يعني دولار، او موجود عملات معينه، فاحنا مش هنقدر نضيف العملات بتاعتنا. واظن ان هي العمله متعارف عليها عالميا اللي هي الدولار، فما فيش مشكله ان انت تستخدمها وتقدر تحول فيما بعد لو انت بتستخدم في المشروع بتاعك. دي بعض الكرنسي اللي موجودة. انت ممكن تدخل بقى سعر لو انت عايز تغير، تدخل سعر الريت بتاعت الالكتريكال في عندك في بقى لو دولتك، يعني انت عارف سعر الكهرباء كام كده. بس لو مش عارف لا، ما يعني ما تسيبها، هو اوكي هي بتستخدم الريت العالمي فما فيش مشكلة في الموضوع ده. هندخل بسرعة على البراوزر بتاعت الماس ديت، معدل استهلاك الطاقة في المشروع بتاعنا أو الـ Energy Consumption، وديت 1.6 دي اللي هي الـ Rate بتاع الـ Cost. لو نزلنا تحت هنا هنلاقي إنه ده أولا باللون الأحمر. اللون الأحمر ده معناه إن الألارم كده إن المشروع مش أحسن حاجة، الـ Energy Consumption بتاعه مش أحسن حاجة ومحتاج إنه يتحسن. فدي اهو هنا هندخل نكتب كومنت سريع كده ازاي الانرجي مودلينج يطلع انرجي، يطلع الانرجي كونسومشن، والانرجي كونسومشن مش احسن حاجه ومحتاجين نحسن. ده الكومنت مثلا.
لكن احنا في اللي هنتكلم عليه المره ديت يعني ان احنا ازاي نطلع انرجي موديل. اظن الموضوع بقى بسيط جدا نطلع انرجي موديل. لو حد واجهته اي مشكله في الموضوع دوت ممكن يقول لنا. المره الجايه ممكن يعني المحاضره الجايه هنتكلم عن السيناريوهات، ازاي نعمل اكتر من سيناريو، ازاي نحسن في السيناريوهات بمنتهى البساطه من خلال الاوبشن الموجوده داخل الانسايت او الويب سايت بتاع الانسايت. وتاني حاجه بعد كده ازاي نقدر نقارن ما بين السيناريوهات دي عشان نوصل لافضل حل ممكن يعني للمشروع بتاعنا، ونقدر نعمل اكسبورت كمان ازاي للداتا ديت او الريزلتس ديت، نعمل لها اكسبورت عشان لو حد عايز سواء يعرضها في شغل على كلاينت او لو يدخل يحطها برزنتيشن مثلا لمسابقه او كطالب عايز يعرضها على دكتور بتاعه او في الجامعه يعني في مشروع، ازاي نعمل لها اكسبورت. واخر حاجه نستعرضها هي الدي لايت اناليسيز والريزلتس بتاعتها. أتمنى إن الموضوع يكون بسيط، ومعلش لو أنا بتكلم بسرعة، ولو حد واجهته أي مشكلة في وهو بيطبق يا ريت يبعت لنا وإحنا هنحلها إن شاء الله مع بعض. مش لازم يستنى المحاضرة الجاية، ممكن قبلها يبعت يقول إيه اللي وقف معاه وهو بيطبق وإن شاء الله نحلها. والملفات يعني اللي إحنا منزلناها يا ريت لو تقدروا تنزلوها وتشتغل عليها، هتستفادوا كتير يعني. التطبيق ده يعني مش لازم تطبق داخل الملف، بس لو في البداية على الأقل تطبق باستخدام الملفات ديت لحد ما تبقى براكتس، ومع الوقت أنت ممكن تطبق في ملفات يعني، أو أنت تعمل ملف من الـ A to Zero خلاص أنت اللي عامله. وأتمنى تكون استفدتوا من الشرح يعني. شكرا. شكرا صمت. شكرا جزيلا لحضرتك يا باشمهندس على المحاضره الجميله دي، وهنبدا ان شاء الله نفتح دلوقتي. هو في حد طلب حاجه؟ تقريبا في حد كان رافع ايده، بس في حد كان عنده سؤال؟ ان شاء الله نفتح. باشمهندسه فاطمه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. انا مش سامع الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا عندي مشكلة تحليل الإنسايت، يعني من أرفع للموقع مباشرة يبقى يحمل وما يظهر النتائج. طيب أوكي. حضرتك تابعت معنا في المحاضرة؟ إيه إيه، وأنا قبل يعني مسوي أكثر من تحليل مطلع نتائج، بس صار فترة ما يطلع نتائج. طيب ممكن لو تقدري تشاري معانا، ممكن تشاري معانا السكرين؟ انا فاتحه موبايل وفاتحه الحظ. اوكي. طيب ايه الايرور بتطلع؟ ايه الايرور بالظبط؟ يعني بس يبقى يحمل. اقدر ابعت صوره هنا؟ بيفضل يحمل ما بي... ماشي يعني حضرتك بتعملي بعد ما الجنريت ما بيطلعش، بيفضل يحمل ما بيطلعش اي حاجه؟ يعني حتى الجنريت ما بيطلعلكيش نتائج، ما بيقولكيش ان البروجكت بتاعك اوريدي اتعمل له results has done؟ لا، تجيني رساله على الايميل يقول لي الران فيلد، يعني فشل الران مالت الانسايت. اوكي. ممكن يبقى هي دي المشكله اللي احنا بنتكلم عليها في الماس، ان هو في مشكله ايرور في الماس نفسه، فهو مش قادر يعمل الانرجي موديل. يعني هو مش الانرجي موديل ما اتعملش بشكل كامل، فلما تعمله جنريت ما قدرش يطلعه بشكل صحيح. زين، انا قبل فتره نفس الموديل يعني عملت له تحليل وعادي طلعت النتائج. يعني عدتي عدتي النتائج، عدتي تاني الاناليسز على نفس الموديل وطلعت النتائج؟ قبل انا عملت موديل ورفعته بالانسايت طلعت لي نتائج، بعدها عملت تغييرات حتى اشوف الفرق بالطاقه، من بدي ارفع مره ثانيه ما تظهر النتائج، بس انا قبلها محلله كذا مره. طب هو حضرتك عملتي تعديل في الماس ولا عملتي تعديل في نفس السيناريوهات نفسها؟ لا، بالماس عملت تغيير. عملتي تغيير في الماس صح؟ اي صح.
اه ما هي دي الفكره. ما هو ممكن ما حضرتك عملتي تعديل في الماس، الماس كان فيها ايرور، هي يعني هي الايرور في الماس. هو عاده بيبعت لك ايرور بيقول لك الايرور في ايه، يعني لو في ايرور في الماس بيديكي داخل الريفت نفسه الارم وهو بيعمل انرجي موتور يقول لك ان في مشكله في الماس ان هو مش قادر يعمل زونات. طب حضرتك بتعملي زوم ولا بتعملي انرجي موديلنج الماس؟ أنا عملت سبيسنج وبعدين يعني زون وبعدين سويت الجنرال. والزوم كلها حضرتك متأكدة منها، شيكتي عليها إن هي كلها معمولة يعني تمام، مفيش أي مشكلة ما بين الـ internal ceiling والـ external wall والـ ceiling؟ هي متأكدة إن عليها كلها متحددة. طيب طب أنا هستأذنك لو ممكن يعني تشاري معايا الـ project نفسه وأشوف لحضرتك مفيش مشكلة. أو يعني بس نتواصل بعد الميتنج إذا ممكن. اه ما فيش مشكلة، ممكن ما فيش تبعتي لي البروجكت وانا ان شاء الله يعني اشوف لك ايه الايرور يعني. هو لو كنت معاك دلوقتي كنت هقول لك نشغل السكرين، شاري السكرين ونشتغل يعني نشوف ايه المشكلة يعني. مخاف متأخر يعني على الأعضاء الموجودين. ما فيش مشكلة، ماشي اوكي أخلي الإيميل مالتي. اوكي تمام. في حد تاني عايز يسأل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله تمام. شكرا جدا على المحاضرة الجميلة دي جدا. الحمد لله. إيه كنت بسأل حضرتك، هو لو أنا دلوقتي مثلا بعمل بروجكت إمتى بستخدم مرحلة الـ conceptual mass والاناليسز باستخدام الانسايت 360 او كده؟ يعني ده بيبقى مثلا بعد مرحله الكونسبت والفورم جينيريشن وكده، ولا في الاخر بعد ما بعمل الكتله بتاعتي وكده، ولا ايه؟ والله هو ده يعني راجع للسيكونس انت بتتابعها في التصميم، يعني في عادة الناس بتمشي باللي هي نرجع بقى للمعادلة المشهورة قوي اللي هي الفانكشن فولو فورم ولا الفورم فولو فانكشن. ففي ناس بتبتدي بالماس اصلا، فبتبتدي تدرس يعني الماس بتاعها بتبقى الفكرة بتاعتها قايمة على الانفيرومنتال كونسبشن، فالانفيرمنتال كونسبشن بتاعها قايم مثلا على ان المشروع هيبقى فيه الصن هيبقى من هنا، فانا بعمل بكسر مثلا باخد من الشارب للمشروع من هنا، فبيبقى فيه دي يعني. فلو في المرحله ديت لو هو قايم على فكره الانفيرمنتال كونسبشن فهو بيبتدي يحتاج انه يدرس المشروع مثلا بانسايت مثلا في مرحله مبكره عشان ياكد ان اللي هو المشروع بتاعه من ناحيه environmental conception مثلا اه لا هو قوي يعني. فديت لو في مرحله متقدمه يعني. بس عاده بيبقى لو انت في طالب يعني في مرحله ممكن بعد في مرحله الفورم، وانت في مرحله الفورم generation يعني بتبتدي تستخدم ان انت تعمل insight يعني ان انت تعمل الاناليسيس بتاعتك يعني. تمام. طيب هو ممكن اعرف الفرق بين برضو الانسايت والسي اف دي؟ السي اف دي اه ايه اعرف الفرق بين الانسايت والسي اف دي. اوكي الانسايت مستو زي ما قلت لك ان هو في مرحلة الكونسبشال، انا ما اشتغلتش البرنامج تاني، انا اشتغلت على الانسايت، فمرحلته في مستو في ان انت بتشتغل عليه بمرحله الكونسبشن، وان هو كمان هم قدروا يعني يعملوا ريليتد بقيه البرامج الثانيه زي الاي كويست والديزاين بيلدر والاي اس. وهو كمان بيديك يعني في المرحله يعني المحاضره الجايه هنتكلم عن ان هو كمان ازاي بيقترح عليك بعض الديزاين، بعض الديزاين يعني ان انت ازاي تعمل تحسين على البيلدينج بتاعك من خلال بعض الحاجات. يعني ان هو مثلا يقول لك ان انت في الواجهه الجنوبيه مثلا انت ممكن تقلل الوول تو ويندو ريشيو عشان تحسن اداء المبنى. المبنى بتاعك لو عملت له خليته في الروتيشن بدل ما هو مثلا في اتجاه الشمال خليته في اتجاه الشمال غرب هيبقى اداء المبنى هيتحسن. السيلينج لو انت زودت السيكنس بتاع السيلينج مثلا من هو من 3 يعني 0.3
ل 0.4 ازاي يبقى ده المبنى يتحسن. هو بيفترض عليك بعض او بيفرض لك بعض الحاجات اللي ممكن تحسن اداء المبنى، فده ميزته. كمان ميزته كمان زي ما قلنا ان هو في الكونسبشن، هو مش بيطلب منك داتا كتير، يعني بقيه البرامج السيميليشن بتطلب منك داتا كتير يعني، وانت لو ما دخلتلاش بقيه الداتا ما بتقدرش اصلا يعني تاخد الخطوه اللي بعديها، لازم تدخل لها. يعني انا شغال مثلا بالاي اس، الاي اس لو ما دخلتلوش الهيفيك سيستم زي ما احنا ده ما دخلناش الهيفيك سيستم مثلا دلوقتي مش هيطلع لك نتائج، يعني انت مش هتقدر تاخد النكست سيت اب لو هو ما دخلتلوش الهيفيك سيستم. فان انت تدخله الهيفيك سيستم يعني بتحتاج ان انت تدرس المشروع، فانت مش هينفع تستخدمه في مرحله الكونسبشن. فيمكن فميزه الانسايت من وجهه نظري ان هو للطلبه او للناس اللي او المشاريع اللي هي في مرحله الكونسبشن عموما يعني، واكتر للطلبه يعني كمان، لان في ناس كمان بتستخدمه كمكاتب كبيره بتستخدمه في مرحله الكونسبشن، وبعد كده بتقدر تعمل المشروع للموديل نفسه اكسبورت بصيغه جي اكس ام ال، وتكمل في البرنامج زي الاي كويست او الديزاين بيلدر او الاي اس. فانا شايفه كميزته القويه جدا في موضوع الكونسبشن يعني. تمام، شكرا جدا يا باشمهندس. في حد عنده اسئله؟ باشمهندس محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بحب اشكرك على المحاضره الجميله دي. وليا استفسار بس بخصوص يعني، هو السكتش اب بيبقى عامل بلاجن مع الاوبن ستوديو او انرجي بلس، فبتقدر تعمل تحدد السبيسز بتاعتك، تحدد الماده المستخدمه مثلا في الحوائط كان عازله او حاجات زي كده، وتقدر تدخل معاك لو طاقه شمسيه وحاجات زي كده معاك على السكتش اب عن طريق البلاجن بتاع الاوبن ستوديو او الانرجي بلس. هل الحاجات دي كلها متاحه في الريفت ولا مش متاحه؟ انت اللي انت تحدد الماتيريال دي اوريدي موجوده، ان انت وانت بتعمل اصلا الماتيريال في بتاع ده في الريفت، انت بتحدد اصلا مثلا لو انت هتختار مثلا الوول، انت وانت بتدخل الوول بتختار الوول بتاعتك وبتدخل لها اليو فاليو كمان، وبتدخل لها كل البيان يعني، يا اما بتختار حاجه موجوده في اللايبرري يا اما انت بتعدل عليها لو انت عندك المعلومات او عندك الباك جراوند اللي انت عارفها يعني عن الماتيريال، فبتقدر تدخل لها يعني. عاده بتبقى الناس عارف اغلبها عارفه في اللايبرري بتاع او هي عامله اللايبرري بتاعتها، فبتقدر تختار في الريفت. طب حضرتك بقدر ادخل لودز مثلا لعدد الاشخاص، اللودز اللي هي الحراريه والحاجات دي كلها برضو عن طريق الريفت او الانسايت، او مثلا بقدر ادخل مثلا لو هشتغل دي لايتنج مثلا بحط ساعات سنسور بحيث احدد لي مثلا كميه اللوجز اللي جايه من بره، فبالتالي بقدر احدد مثلا كميه اللوجز اللي تدخل لي ان كان في ارتفيشال لايتنج اقدر اشغلها عن طريق السنسور. الحاجات دي كلها متاحه ولا؟ حضرتك انت بتتكلم في مرحله متقدمه، ما بتتكلمش في مرحله الكونسبشن، حضرتك بتتكلم في مرحله ان انت وصلت لمرحله ان انت اوريدي عرفت ان اللود بتاع المبنى بتاعك الاكيبنسي لود مثلا، وان انت عايز الاكيبمنت اللي انت هتستخدمها، وانت بتتكلم كمان انترنال لود يعني ديت. فاحنا كنا بنتكلم ميزه الانسايت بالذات في الكونسبشن، يعني لو حد بيعمل كونسبشن وعايز يعمل انرجي موديل يقدر يعمل انرجي موديل بسرعه بشكل سريع. لكن اللي حضرتك بتتكلم عليه دي بتحتاج شويه برامج يعني مور يعني اكتر تخصص، يعني زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها الاي كويست ديزاين بيلدر. انت اصلا حضرتك بتتكلم عليه ان احنا بنتكلم انرجي بلس، انرجي بلس يعني ده يعني هو الانج او اللي هو المحرك الاساسي اللي اغلب برامج الانرجي سيميليشن بتتكلم عليه او بتعتمد عليه يعني. فممكن دي يعني احنا كنا لسه يعني لسه هنعلن عن نشتغل على الاي اس او نستعرض ازاي تشتغل على اي ناس تشتغل على الاي اس، يعني يبقى في محاضره يعني كده، فممكن واحنا بنتكلم عليها نستعرض مع حضرتك ازاي الاي اس انت بتدخل عليها البيانات دي. طبعا البيانات دي بتخلي النتائج تطلع مور اكيوريتد اكتر من اللي احنا مطلعينه في الكونسبشن، بس في مرحله الكونسبشن انا شايف ان الانرجي انسايت بيطلع نتائج كويسه جدا في مرحله الكونسبشن، بس في مرحله لكن...
اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي المور ديتيلز قوي ديت، لا طبعا يعني الاي اي اس طبعا لا يعلى عليه يعني في مرحله زي دي يعني. وطبعا يعني نقدر نشتغل الموضوع ده عن طريق الاي اس موجود فيه. بتقدر تشتغل عليها، وينفع برضو تدخلها في الريفيت، بس يعني لو ممكن لو حضرتك عايزنا نتكلم بقى فيها، ممكن المحاضرة الجاية نتكلم فيها ازاي نعمل انبوت للاوكيبنسي لود بتاعت الشخص، المكان نفسه والفراغات السبيس، والانترنال لود ازاي ان احنا عايزين نعملها. بس احنا يعني احنا اشتغلنا بس على الموضوع بشكل، لو حد عايز يعمل على الكونسبشن ما اشتغلناش على الموضوع مور ديتيلز، بس ما فيش مشكلة ممكن نستعرض ازاي نشتغل عليه مور ديتيلز. يا ريت. طب تمام، اصل انا بس كنت بستفسر بس يعني متاحه ولا لا زي السكتش اب يعني موجوده في الريفت ولا فما لا هي لا واضحه طبعا خلاص. موجودة، لا موجودة طبعا، الريفت موجود فيه كل حاجة يعني. طب تمام، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. تحت كده تمام كده يا باشمهندس، احنا كده نعتبر خلاص ما فيش أسئلة، تمام، وشكرا جزيلا لحضرتك على المحاضرة الممتعة دي. شكرا جزيلا لحضرتك، ورب الناس تكون استفدت منها، شكرا. شكرا جزيلا.